السلام عليكم. الدرس ده هنتكلم عن الأريز أو المصفوفات، ودي حاجة مهمة جدا وقوية جدا وهنستخدمها كتير. المصفوفة ببساطة هي عبارة عن مجموعة من البيانات مخزنة في variable، بس تختلف عن التابلز اللي اتكلمنا عنها. التابلز دي حاجة بسيطة خالص، لكن المصفوفات نقدر نعمل عليها حاجة كتير. تعريف المصفوفة بيتم بأكتر من طريقة، دي تقريبا 4 طرق. أول طريقة لتعريف المصفوفة، وليكن أنا عايز أعمل مصفوفة من شوية أرقام هسميها numbers. طريقة ممكن إني أقول يساوي وبين قوسين مربعين، أحدد النوع الداتا اللي أنا هحطها، والمصفوفات دي ممكن تحمل أي نوع من أنواع الداتا، وممكن تحمل أكتر من نوع من أنواع الداتا في نفس المصفوفة. بس في الأول هنعمل مصفوفة من أرقام أو أعداد، فالمصفوفة دي على كده لازم تاخد أنواع أنت بس، فتعريفها بيتم بالشكل ده. دي طريقة، وهيظهر لي هنا على اليمين القوسين دول، وده معناه إن احنا كده عملنا empty array، عملنا مصفوفة بس لسه فاضية مفيهاش أي بيانات، بس خدت مكان في الذاكرة، يعني تحجز لها مكان في الذاكرة عشان تبدأ تخزن فيه البيانات اللي هديها له بعد كده. دي طريقة. الطريقة التانية، ممكن أعرف المصفوفة بإني أعمل نقطتين زي ما بنعرف أي متغير، وأكتب هنا قوسين مربعين النوع بتاع المصفوفة هتبقى انت. تمام، في الحالة دي احنا عرفنا المصفوفة، بس هنلاحظ ما ظهر ليش المربع هنا لأنه ما تحجز لهاش مكان في الذاكرة، المصفوفة كده ما خدتش مكان في الذاكرة. والدليل على كده، لو انا جيت استعلم قلت له numbers dot count العدد بتاع المصفوفة دي فيها كم عدد، حصل لي خطأ هنا بيقول لي variable اللي هو ال numbers بتاعتي دي ما ينفعش استخدمها قبل ما اعمل لها عملية initialized. initialized يعني ايه؟ بحجز لها مكان في الذاكرة عشان اخزن فيه. لو عملت لك كومنت على دي ورجعت الاولى اللي احنا عملناها، ونفس الامر قاعد الكاونت اداني زيرو، ان هي ايه ما فيهاش لسه اي عنصر، واحده صفر بس اتحجز لها مكان في الذاكره عشان كده ما ادانيش خطا. دي تاني تعريفه، ممكن تاني طريقه ممكن اعرف بيها المصفوفه، وممكن اعمل لها initialize، يعني مجرد اقول له يساوي وادي له قوسين فاضيين كده، معناه ان كده حجزت لها مكان في الذاكره بس المصفوفه لسه فاضيه ما فيهاش اي عناصر. في طريقة ثالثة لتعريف المصفوفة، إني أقول له numbers ونقطتين على بعض، وأقول أكتب له array لإيه كابيتال، وأعمل له القوسين اللي هم أكبر وأصغر دي، وبين القوسين أحدد نوع الداتا تايب بتاعي. نفس النظام، هو كده عرف مصفوفة بس ما حجزلهاش مكان في الذاكرة. ممكن أعملها initialize بإني أقول له يساوي وأدي له 2 قوس مربعين، يبقى كده عرفت المصفوفة ولسه فاضية. لأن مسمي هنا number وهي numbers الاسم، عشان كده مديني الخطأ تحت. ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة دي لأنها هتفرق كتير. الطريقة الرابعة وأبسط الطرق دي في تعريف المصفوفة، إني أدخل لها قيم على طول، أديها قيم ابتدائية، أقول له var numbers وأحط له قوسين مع بعض، وأحط شوية أرقام هنا وليكن 5 مثلا، و4، 1، 8، 10. كده حطيت مصفوفة فيها 5 قيم، فاداني الكاونت هنا 5. أول حاجة ممكن أعملها على المصفوفة، ممكن أقول له النمبرز دي عشان هنا معرفينها على إنها variable متغير، ممكن النمبرز أغير قيمها خالص، أدخل مصفوفة جديدة خالص، 1، 2، 3، 4، 5. كده انا عدلت على البيانات بتاعت المصفوفة دي خالص. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له دوت ابند، كده هضيف انا ايه؟ هضيف عنصر جديد. هيضيفه فين؟ في اخر المصفوفة، المصفوفة ليها ترتيب، فكده هيضيفه في اخر المصفوفة. لو قلت له مثلا ضيف لي 10، اداني شكل المصفوفة بعد ايه ما ضفنا ال10. لو انا عايز استعلم عن عنصر معين من المصفوفة وعايز استخدمه، احطه بين القوسين المربعين
الرقم بتاعه. الرقم دي ليها تسلسل، التسلسل بيبدأ من زيرو مش من واحد، يعني أول عنصر اللي هو واحد ده بياخد القيمة زيرو. فأنا لو عايز العنصر 10 اللي لسه ضايفه، دول 5 عناصر، يبقى من زيرو لخمسة، يبقى 5 كده هتطلع لي إيه كام؟ هتطلع لي 10. لو عايز مثلا رقم 3 يبقى ده 2، وهكذا. يبقى أنا أستعلم عنه، أخد بالي إن المصفوفة بتبدأ بالصفر، أي حاجة في البرمجة بتبدأ بالصفر. ممكن أعرف متغير جديد وليكن number أو x مثلا يساوي القيمة دي، فأخدت القيمة من المصفوفة وحطيتها في متغير عندي جديد. أو ممكن أغير قيمة حاجة واحدة منهم بالطريقة دي، ناخد الاتنين دي مثلا وأخليها 7 مثلا كده، رايح يديني القيمة الجديدة بتاعتها. ولو استعلمت عن المصفوفة نفسها كتبت له numbers أو print numbers اداني القيمة الجديدة، هنلاحظ ان 7 تم تغييرها. بما ان دي مصفوفة من integers، ممكن ببساطة اقول له خد القيمة رقم 2 دي واعمل لي عليها اي عملية حسابية، مثلا بلس بلس زودها قيمة، فهتبقى كام؟ هتبقى 8. طب ليه ما ظهرتش 8 هنا؟ زي ما قلت لكم قبل كده، عشان الاتنين بلس جاية قبلها، لكن لو استعلمت عنها دلوقتي هتظهر لي 8 متعدلة. ممكن برضو اعمل حاجة، يعني ممكن اغير قيمة اكتر من عنصر في نفس الوقت. ازاي؟ في حاجة اسمها الرينج، المدى. المدى ده بنمثله ازاي؟ عايز اقول له انا هاخد العناصر من 1 لـ3، اول 3 عناصر دول عايز اغيرهم بعناصر تانية. فممكن اقول له numbers وبين قوسين من 0 اللي هو الرقم بتاعها وثلاث نقط لحد العنصر رقم 2، ممكن استعلم عنهم اداهم لي 1 و2 و8. ممكن اغير القيم بتاعتهم خالص، اقول له 17 و30 و40 مثلا. لو جيت استعلمت على المصفوفة بتاعتي بالشكل الجديد هلاقيها بالشكل ده، 17 30 40. ممكن احذف حاجة من المصفوفة فاقول له numbers dot remove. remove دي فيها حاجات كتير، ممكن remove first يمسح لي اول عنصر في المصفوفة اللي هو 17، ممكن remove last يمسح لي اخر عنصر، ممكن remove at index، index اللي هو المتسلسل بتاعه اللي هو من 0 للاخر المصفوفة. ممكن اقول له امسح لي عنصر، مثلا عايز امسح العنصر رقم كام هنا، مثلا الـ4 دي رقم 0 1 2 3، امسح لي العنصر رقم 3، هيكتب لي العنصر جنبها اللي انا عايز امسحه اللي هو 4، يبقى كده مظبوط، وادي المصفوفة بشكلها الجديد الـ5 عناصر بس. ممكن امسح المصفوفة كلها واخليها empty array تاني، ممكن اقول له numbers dot remove all، كده هيمسح لي المصفوفة كلها. وفي ريموف اول التانية اللي هي كيب كاباسيتي، ممكن اديله كيب كاباسيتي فولس او ترو، بتاخد قيمة بوليون. ايه الكيب كاباسيتي دي والفرق بينها وبين ريموف اول العادية بتاعتي؟ ان الكيب كاباسيتي يعني ما تخليش الذاكرة مكان القيم اللي انا حطيتها في الذاكرة نفسها اتشال، بس الاري نفسها موجودة لها مكان في الذاكرة، يعني معمول لها initialized، بس القيم اللي حطيناها في الذاكرة جوه اتشالت. عشان كده لو جيت قلت له numbers dot capacity مش count، في حاجة اسمها capacity وفي حاجة اسمها count، دي تفرق كتير عندي. الكاباسيتي count بتدي لي عدد العناصر، هي صفر. الكاونت بتدي لي عدد العناصر الموجودة في المصفوفة، تمام. الكاباسيتي دي بتديني حاجة مختلفة. لو انا لغيت الريموف اللي انا عملتها، هتشوف الفرق بين الكاباسيتي والكاونت. دايما الكاباسيتي بتبقى اكبر، لان دايما الذاكرة بتبقى جاهزة انها تحط عناصر تانية، فهنا الذاكرة 6 هنا 5. لو انا الخيار اللي عملته ده فولس، خليته ترو، يعني سيب الكاباسيتي بتاعتها موجودة، هنلاقي الكاباسيتي بتاعتي قاعدة زي ما هي 6، يعني لسه اماكن العناصر اللي جوه، على افتراض ان هلغي المصفوفة دي وهحط مصفوفة تانية بنفس العدد، يعني واخدة نفس ايه الـ5 عناصر بتوعي، مش هتاخد اكتر من 5 عناصر، فده 5 عناصر هو بيحجز مكان زيادة، يبقى كده 6 عناصر، لكن الكاونت بتاعي 0.
فهمنا الفرق. الحتة دي كويسة جدا، هتفيدني لما في البرامج الكبيرة والحاجات اللي لو عملت آلة حاسبة معقدة أو برامج بتستهلك من الميموري جامد، أقدر أتحكم في الذاكرة بتاعتي كويس وأشتغل عليها. في برضو طريقة تانية، لو أنا مثلا عايز، احنا رجعنا المصفوفة تاني، عايز أختصر 3 خطوات في بعض. عايز امسك متغير جديد واحطه في قيمة من الاراي بتاعتي، وفي نفس الوقت امسح القيمة من الاراي، يعني كأني عملت لها موف. فاقول له مثلا let x يساوي النمبرز بتاعتي دي دوت remove at index، او remove first. انا عايز اشيل اول قيمة في المصفوفة وفي نفس الوقت احطها في الاكس. لو قيت انا استعلمت على الاكس هلاقيه واخد اول قيمة عندي في المصفوفة اللي هي 17، ولو استعلمت عن المصفوفة بتاعتي هلاقي 17 اتشالت منها وبدأت من 30 و40 و15. يبقى خلاص ده اختصر لي 3 commands in one. عرف لي متغير جديد من نوع اكس، او ثابت جديد من نوع اكس اسف، وخلاه ياخد اول قيمة في المصفوفة بتاعتي وحذف القيمة دي من المصفوفة. الحاجات دي ممكن نستخدمها كتير وتفيدني كتير، بتختصر الكود بتاعي، تخلي شكل الكود بتاعي افضل. برضو من الحاجات الظريفة اللي ممكن اعملها على المصفوفة، ممكن اعمل لها سورت. سورت يعني ترتيب. فممكن اقول له ايه، اقول له رتب لي المصفوفة دي. الامر ده هيعمل لي ترتيب للمصفوفة، وظهر لي الترتيب الجديد من الاصغر للاعلى 5 10 30 40، بيرتب الارقام نفسهم الانتجرز اليوم. ولو كانت مصفوفة من حروف بيرتبها حسب الحروف، من ترتيب الحروف A B C لزد او الكاركتر، بس هيرتبها، بس المصفوفة ما زالت بترتيبها الحقيقي، ما تغيرتش، وهيرتبها لي بوقتي حاليا. ممكن اخدها واحطها في مصفوفة تانية، ممكن اقول له numbers يساوي numbers، فبالتالي ايه، خدت القيمة الجديدة وحطيتها في القديمة. ممكن اعمل حاجة تانية برضو اسمها reverse. reverse دي لو عملت لها print هنا عشان نشوف شكلها ايه، reverse دي بتعكس لي المصفوفة بتاعتي، مش print، اسف. انا ممكن ادخلها هي في المصفوفة نفسها، فكده عكس لي القيم، بس عكسها لي مش شرط بالترتيب. يعني انا نلغي السورت هنا، ما نغيرش قيمة النمبرز الأساسية، هنلاقي ان هو خد القيم بالعكس. يعني ادي المصفوفة قبل التعديل 30 40 5 10، بقيت 10 5 40 30، بس مش شرط بنفس مش معكسش الترتيب بتاعي. في برضو فويد جميل خالص هنا اسمه في تبع السورت، بس اسمه سورت ان بليس. دي بيقول لك ببساطه سورت سيلف ان بليس، دي حاجه اسمها ميثود، تمام. وفي حاجه الفويد دي يعني هنعرفها لما ناخد الفانكشن شويه. دي كده هينفذ ويحطها في مكانها، يحدث النمبرز الاساسيه بتاعتي. فلو استعلمت على النمبرز هلاقيها خلاص اتعدلت، مش مجرد اني باخد حاجه منها واحطها في متغير تاني. عشان كده مسمينه sort in place. تسمية الأكشنز والأحداث وكل الحاجات هنا في أبل دقيقة خالص. فإحنا ببساطة لو عملنا numbers كده وعملنا dot وقعدنا نقرا في الحاجات دي، نقرا المعلومة بتاعتها الهلب اللي فوق، هنعرف كل حاجة بتعمل عن إيه. كمثال هنا بيقول لك append. append اللي إحنا خدناها. في حاجة تانية اسمها append contents of. لو استخدمت دي معناها إن هدرج محتويات مصفوفة تانية لو كنت عاملها، أو هكتب مصفوفة أنا من جوه هنا ويعملها لي ابند، يحطها لي في اخر المصفوفه. وليكن انا عايز اضيف مثلا 6 و7 و8، هيضيفهم لي في اخر المصفوفه هنا، فعمل لي مصفوفه جديده واضاف لي اكتر من قيمه مع بعض. ممكن اقول له numbers dot insert. وانسيرت ده الفرق بينها وبين الابند، ان بعمل انسيرت الاليمنت معين واحطه في المكان اللي انا عايزه. وليكن انا عايز اعمل انسيرت الاليمنت من واخد القيمه 1، وعايز احطه اول واحد في المصفوفه بتاعتي، فيبقى الاندكس بتاعتي هنا بزيرو، هلاقي بدأ حاطين الواحد هنا. عايز احط حاجه بعد ال 30، اشوف الاندكس اللي بعد ال 30 كام واحطه بعديه، وليكن 3 او 4.
حطوه لي اهو في الاندكس رقم 5 عندي هنا، وهكذا. فاحنا نقلب في الامكانيات بتاعت اللي هنا ونفهم حاجات اكتر، ومع الاستخدام والشغل هنعرف باقي الحاجات كلها هتقابلنا ازاي. ممكن نعرف دلوقتي variables، عايز اعرف array جديدة من نوع string وليكن مجموعة اسماء او مجموعة بلدان. انا هعرف حاجة هنا اسميها مثلا countries، والcountries دي مثلا USA، Egypt، لبنان مثلا، سوريا. كل الحاجات اللي بعملها على التانية ممكن اعملها على انا، بفرق ان اخد بالي ان دي string مصفوفة من strings مش من الكاونت اداني العدد بتاعها. ممكن اعمل ريموف اول، بقيت المصفوفة بتاعتي فاضية، رجعت فاضية اهي العلامة بتاعتها. ممكن اعمل اباند، كل الحاجات اللي عملتها هناك اقدر اعملها هنا، فمش محتاجين نعيدها من تاني. ممكن برضو ريموف رينج. الحاجة الظريفة التانية اللي هنا اني ممكن اعرف متغير جديد اقول له مور كونتريز مثلا، وعملت مصفوفة جديدة وزودت مثلا بلاد زيادة زي مثلا السودان، زي مثلا فرنسا، زودت بلدين تاني. ممكن اقول له الكونتريز الاساسية بتاعتي بلس يساوي، يعني خد القيم اللي فيها زي ما هي وزود لي عليها القيم بتاعت مور كونتريز، فبقت كونتريز بتاعتي حوت ايه، حوت مجموعة اكتر، فاعمل عليها عمليات عادي. ممكن اعمل ايه كمان، ممكن اقول له countries dot first. first ده ببساطة بيطلع لي اول عنصر في countries. ممكن اقول له last، ونفس النظام على اي مصفوفة الكلام ده ينطبق. ممكن اقول له minimum element والmaximum element. minimum element ده بيرتبها لي ترتيب alphabetical، وناخد بالنا ان الحروف الكابيتال والحروف small الاتنين غير بعض في الترتيب، بيبدأ بالكابيتال تقريبا، ويديني بناء على ترتيب الحروف أول حاجة. أو ممكن أقول له countries dot max element، وأخد الحاجات دي وأستخدمها في أي حاجة أنا عايز أستخدمها بسهولة. ياريت نجرب الحاجات دي كتير ونعرف الفرق بينهم، ونحاول نعمل أمثلة تانية عشان الحاجات دي تثبت معانا، لان الاري دي هنستخدمها كتير. زي ما استخدمنا الاري جربناها في السترنجز وفي الارقام في الانتجرز، ممكن نعرف اري بقى اني تايب من اي نوع. مثلا اني تايب اري، اني تايب اري ببساطه اني مثلا هدمج اكتر من نوع من انواع الداتا، وليكن انت مع سترنج مع مثلا دبل كده، بقى عندي ثلاث قيم مختلفة. لو جيت استعلم عن نوع الاري بتاعتي دي، هلاقي الاري دي بقت من نوع حاجة اسمها ns object. ns object دي هنعرفها لما نتكلم على الاوبجكت والكلاسز، بس هي ببساطة هي object، يعني ممكن تكون اي حاجة، ممكن تكون ده the root class او ده اعلى object موجود في اللغة عندنا، ممكن يكون اي حاجة، ممكن يكون دبل، ممكن يكون ارقام. ده عشان عملنا مزيج فهو ما قدرش يحدد النوع. في حالة ده هو عارف ان الكونتريز دي لو عملت استعلام عنها انها من نوع string، لكن دي object. الفرق هنا في ايه؟ الفرق هنا ان لو جيت استخدم any type array مثلا، وخدت العنصر مثلا التالت اللي هو 10.5 الدبل ده، وحاولت مثلا احطه في مثلا متغير في x، لو جيت استعلم على الاكس او استخدم الاكس في عمليات حسابية، هو قاري الاكس انه اس اوبجكت، هو مش عارف نوعه ده ايه بالظبط، فما ينفعش اجي انا اقول له مثلا الاكس بلس بلس هيديني خطأ. ليه؟ هو الاكس حاليا ماشي واخد قيمة 10.5 ودبل وممكن استخدمها، بس مش هيعرف يستخدمه لان هو لسه بالنسبة للاوبجكت. هضطر في الحالة دي عشان استخدمه اني احول الاوبجكت ده لسترينج، وبعد ما احوله لسترينج وليكن هنا اسمي حاجة string مثلا، واقول له خد لي ده كسترينج، وبعد ما خدته كسترينج لو استعلمت على string المرة دي بقى خلاص اتحول كده، يبقى احنا نجحنا في تحويله لسترينج. بعد ما حولناه لسترينج بقى بالطريقة اللي احنا عارفينها، ناخد الاكس دي
ونقول لها خدي لي السترنج بتاعي ده، وخديه اعتبريه من نوع ns string. لو فاكرين الطريقة دي عشان نحول لدبل مثلا، فخد بعد كده دوت دبل فاليو، فبقيت كده خلاص قيمته دبل، وبقيت خلاص 10.5. وبعد كده عملت لها اكس بلس بلس، او زودت القيمة، قلت له زود لي على الاكس دي مثلا 11، فبقيت كام 21.5. اشتغل عليها اي عمليات عايزها. ده الفرق، بس حبيت اقول الملحوظة دي عشان لما نعمل مصفوفة من انواع مختلفة من الداتا لازم نتعامل بحذر مع الارقام والحاجات اللي فيها، او نعمل لها عملية التحويل بتاعتنا عشان نعرف نستخدمها في البرامج.